السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. قناه مطبخي مع دعاء كتقدم لكم حرشات كيجيو خفاف وهشاش، خصوصا بالنسبه للاخوات المبتدئات لاول مره يجربوا الحرشه. هذه الحرشه راها سهله وفي المتناول وكت يعني ناجحه 100%. كنحتاجوا لها كيف ما كتشوفوا هنا السميده ديال الحرشه. عندي هنايا نصف كيلو ديال السميد الرقيق او السميده ديال الحرشه. الزيت كنحتاجو نصف كاس ديال الزيت النباتيه من كاس ديال العنبه. كنحتاجو الخميره، خميره الخبز هنايا على حسب درجه يعني الحراره اولا الجو. هنا غادي ناخذ انا تقريبا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. كنحتاجو القليل من الملح وملعقه صغيره من السكر الخشن اولا سكر سنيده، والماء باش كنجمعو العجين ديالنا. كنحتاجو كاس كبير من الماء البارد. غادي ندوزو دابا باش نشوفو المراحل ديال تحضير ديال الحرشه ديالنا. كناخدو الاناء اللي غادي نصاوبو فيه الحرشه، كنعملو بطبيعه الحال السميده، الملح والسكر الخشن، وكنعملو الزيت. وكنخلطو مزيان، عاد كنضيفو الخميره والماء. والان غادي نضيفو تقريبا ملعقه صغيره من خميره الخبز والماء. كناخدو السميد، القليل من السميد، وكنسرحو العجين ديالنا. بطبيعة الحال كنزيدو السميد من الفوق وكنبقاو بحال هكذا نبسطو يعني في العجين ديالنا ديال الحرشة. وكنبدا وصافي كنوضعو الحريشات ديالنا هكذا فوق المقله اللي كتكون يعني خصيصا ديال الحرشه. وبالنسبه للطبخ ديالها باش كتجينا محمره وزوينه بحال الحرشه ديال الزنقه، ما كنتسناوهاش حتى طيب من الجهه الاولى. عاد كنقلبوها، كنبداو نقلبوها بحال هكذا يعني واخا هي باقيه ما طابت، كنبداو نقلبو يعني كنقلبو نعاودو بحال كيف ما كتشوفوا. كنعاودو نقلبوهم على الجهه الاخرى يعني هكذا كنستمروا، كنبداو نقلبوا ونعاودوا نقلبوا ونعاودوا كل شويه كنعاودوا نقلبوا. وكنستمروا هكذا كيف ما كتشوفوا حتى كطيب لينا الحريشه ديالنا يعني من الجوانب كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا كيف ما كتشوفوا، يعني كيجيو زويونين وخفاف يعني ولدادين، وخصوصا سهلين جدا بالنسبه للاخوات المبتدئات لاول مره يصوبوا الحرشه. كنتمنى ان الفيديو اليوم ينال اعجابكم. الى عجبتكم القناه والفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك باش تشتركوا في القناه، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للاخوات اللي ديجا مشتركين في القناه كنقول لكم شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله.